هنا، لا اسمع الكلام ما اعرفش، لا اتنين كبار هنا يعني، واحد يبقى في الساحه وواحد في الفيديو على نفس المستوى. والفيديو يعني كانت قريب نور الدين في مباراه الاتحاد يعني يعني سيبك ان قال لنا بينالتي وما اتحسبش، والبينالتي بتاع احمد فتحي والانذار اللي خده بتاعي وانذاري انا واللي توقفت النهارده، يعني انا خدت ثلاث انذارات منهم كانت ابراهيم نور الدين، مش فاهم ازاي يعني ماتش بيراميدز وماتش الاتحاد وهو بيحسب الفيديو بيحسب البينالتي علينا يعني بتاع احمد فتحي بتاع احمد فتحي انا قلت هيسجد بعديه على طول هيعمل حركه ابو تريكه وبتاع يعني كانت يعني كبيره قوي ضخمه شويه يعني اقصد ان انت لما هتروح تشوف الفار والفار ياكد لك حاجه مثلا او يختلفك معاك في حاجه الامور لازم تكون طبيعيه.